الشوط بالتحقيق السعودي للحكم الوطني الثاني هواتف من اجل ذلك من اجل التاريخ من اجل تحقيق سعودي للحكم الوطني الثاني هواتف طنجة ستذهب كروي لونها ابيض وازرق يلا يا توفيق يلا يا توفيق النهايه يا توفيق اوه الهدف الاول لفريق فرنسا يعني هذه المقابله ما كانتش سهله ثم شفت يعني 90 دقيقه وزدنا اشواط اضافيه يعني الحمد لله يعني مسبقا فينا داك يعني الشوط الثاني الشوط الثاني الاضافي يعني مسبقا تقول يعني الدراري ما على شي يده يعني بقات ماشيه يعني جبنا التعادل والحمد لله حنا هذا الانتصار هذا كان هدي الفريق جمهور طنجاوي فريق يعني اللاعبين ديال طنجه كان هديهم يعني اللي خدموا طيل السنه كنشكر الجمال اللي حضرت معنا اليوم كنشكر الوالده بزاف اللي دعمتني يخليها لك الوالده في الدم عندي مسكينه دعيز نزدي معاها كتقول لي ان شاء الله تكون وان شاء الله دائما نكون ان شاء الله ربي الحبيب المقابله كما شفتوا كانت خرجت من يدنا في الدقائق الاخيره شاءت الاقضاء والله سبحانه وتعالى نصرنا ويسر هذا الفوز هذا وهذا التاهل هذا والصعود للقسم الوطني الثاني هوات كنشكر جميع الجماهير الطنجاويه اللي حجت وتكبدت واحد ثلاثه ساعات ديال اشعه الشمس الحارقه وساندت الفريق حتى اخر رماق كنشكر اللاعبين اللي تاقوا في نفسهم وما يأسوش ولعبوا 90 دقيقه ولعبوا بال 120 دقيقه حتى اخر رماق وتاقوا في القدرات ديالهم وامنوا وتحقق المراد المقابله بصفه عامه كانت متكافئه يعني جوج بهم قدموا مقابله رائعه يعني ثلاثه ثلاثه يعني كتعطينا واحد الفكره كبيره على المقابله كيفاش دازت يعني الهدف ديال الفريق عالم طنجة حتى اخر رماق يعني حتى فرقه من نزلت يده مبروك فريق عالم طنجة والطنجة يعني الساكنه طنجة على الشكل عام وهارد لك الفريق امزورين اللي حتى هو قدم واحد دوري البلاي اوف يعني ممتاز وخاصه كنشكروا بزاف وكنشكروا الجمهور ديالو على الروح الرياضيه اللي قدموا في هذا البلاي اوف يعني كانوا مثاليين صراحه الله هو الاجراءات هو اتخذ قرار ديال السيد الوالي والسيد الوالي ديال الامن هما اللي خداو هذا القرار هذا لان الدوافع امنيه لان عرفوا غيكون واحد العدد كبير ديال الجمهور كما لاحظتوا الا كنا لعبنا في قريه رياضيه في قريه رياضيه كنا غنواجهوا واحد المشكل ومشكل كبير بزاف لان غيكون العدد ديال الجمهور اكثر من العدد ديال المقاعد الحمد لله الاختيار كان في محله كما لاحظ الجميع كان جمهور محترم ربما وصلنا لواحد 9000 حتى 10000 متفرج اللي ما لاحظتوا حتى شي اشتباكات ولا احتجاجات في ولوج الملعب اللي عطات واحد الجماليه لهذه المقابله هذا هذا المنبر هذا كنشكروا السيد الوالي السي محمد المهديه على المجهودات الجباره اللي قام بها لاختيار مباراه ديال الفينار تشرف ملعب الكبير بطنجه كذلك السيد الوالي ديال الامن اللي عطى التعليمات ديالو للعناصر الامنيه اللي حرصت على الصغيره والكبيره والحمد لله كما لاحظ الجميع العناصر ديال الامن اشتغلت معنا باحترافيه بحال اللي خدات المقابله بجديه بحال اللي كتاخذ واحد البطوله الاحترافيه ديال اتحاد طنجه او غيرها كما لاحظتوا ما كانش ولي انفلاتات كانت الاجواء الحمد لله جد رائعه الجمهور الحسيمي الجمهور ديال امزور كنشكرهم هذا المنبر هذا قدم واحد الصوره حضاريه في المدرجات كانوا تشجيع طيله المقابله وكذلك عند انتهاء المقابله شجعوا الفريق الفائز وهذه اللي ما بقيناش كنشوفوها في البطوله الاحترافيه الحمد لله شفناها عندنا في العصبه ديالنا ما الا اننا نفتخروا بهذه المباراه هذه اللي عطات درس في كره القدم من ناحيه الاخلاق من ناحيه التنظيم من ناحيه ولو كلمه ساقطه ما سمعناهاش في المدرجات وهذا الشيء جميل وجميل بزاف لان واخا جاوا الاباء وليداتهم الحمد لله تمتعوا في واحد الطبق كروي في المستوى ما علينا الا نهنيوا فريق شباب عالم طنجه الحمد لله مازال الخير في مدينه طنجه خص الناس ينوضوا يشتغلوا ويعطيوا
الصوره اللي كتستاهل هذه المدينه هذه، لان العدد ديال الناس كيشكوا في القدرات ديال ولاد المدينه. كما كتشوفوا عالم طنجه تقريبا 100% تا هما عناصر طنجاويه 100%، الطاقم التقني تا هو نفس العمليه اللي حصل عليها اجاكس طنجه راه حصلت دابا في عالم طنجه. لهذا بغس غير المسؤولين يشوفوا في واحد الالتفات على هاد الفروق هادو باش يزيدوا يشجعوا فروق اخرين، لان مدينه طنجه كتستاهل ما يكونش شي فريق واحد كيمثل مدينه طنجه، بحال يكونوا بحال الدار البيضاء، يكونوا بحال الرباط، يكونوا بحال اي المدن الكبيره على الصعيد الوطني. ولكن كما كتشوف السي عمر على التصريحات اللي كنا كنسمعوا، كل الامكانيات وفرها شخصيا هو بوحدو، وهادشي راه بزاف. هو طلع لواحد القسم اللي كيطالب واحد الامكانيات خياليه اللي لابد خص يكون دعم. حنا الاضافه العصبة ما عندناش الامكانيات، ما عندناش الدخل ولا شي حاجه، لو كانوا غير كيلتزموا معنا الفرق ديالنا لا المغرب السواني ولا اتحاد طنجه في ديك جوج دراهم في البيي وكيعطيوها في الوقت، كان شلاما نعملوا نعاونوا على الاقل الفرق ديالنا. كنا كنوفروا لهم كويرات، كنا كنعفيوهم التحكيم، كنا كنوزعوا عليهم بعض النفقات اللي هي اساسيه. ولكن كما كتعرف بان كاين واحد ديون كبيره على المغرب التطواني وعلى اتحاد طنجه، كتمشي تشوف حتى هما كيتخبطوا في المشاكل وعليهم كريديات، ما يمكنش العصبه ديالهم تجي وتنزل عليهم ولا شي حاجه. حنا كنراعيو، طلبوا الله باش لي سبونسور في مدينه طنجه باش يشجعوا حتى هما هاد الفرق هادو. الرياضه بصفه عامه حنا ما كنهضروش على كره القدم، اي فريق اي جمعيه تشرف المدينه ديالها والا يكونوا لي سبونسور بحال اللي كاين في الدار البيضاء وكاين في عده مدن. كنشوفوا الاقمصه ديال الفرق ممتلئه عن اخرها بالاشهارات، وحتى حنا في طنجه بغينا نشوفوا الحمد لله راه ثاني مدينه اقتصاديه على الصعيد الوطني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.